التوحيد لابد توضحه للناس. الكلام بتاع ناس عبد الرحمن حامد والحزبين والجماعة ديك ده ما التوحيد. يجي يقول لنا التوحيد عالم جميل، لا دي شركة زين. توضحه للناس توحيد كده والشرك كده، وما تعبد القبة وما تستغيث بالمكاشفي ولا البرعي والحجاب المعلق، وده شرك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك. تفهم الناس. والشرك ده أكبر جريمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3 مرات؟ قلنا بلى يا رسول الله. وقال 3 مرات عشان الناس ينتبهوا ويوعوا ويفهموها ويحفظوها. 3 مرات، مع انه قالوا ليه بلى يا رسول الله من المره الاولى، لكن كرر لهم ثاني. ده بيدل انه موضوع العقيده ده داير تكرار. الشيطان ما يغشك انت امام جامع يقول لك يا اخ ما تكلمت المره الفاتت عن العقيده، والناس كده بيسجوا. اللي سجوا ده الله ما خلقهم الا له. تقال الله خلقهم عشان يمشوا ياكلوا وينوموا ويبولوا. الله خلقهم ليعبدون للتوحيد ده. لكن انت تنوع في الاساليب ونفس الموضوع تجيبه. الليلة ده نتكلم يا جماعة عن آية في كتاب الله. كلكم بتحبوا كتاب الله، هاي صح؟ نعم بالحيل. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وتبدأ تشرح وتخش في الموضوع. بكرة الليلة يا جماعة الخطبة الفاتت تكلمنا عن آية، خطبة ده نتكلم عن حديث نبوي. وفيه قصة لذيذة، الرسول كان وراه عبد الله بن عباس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لي يا غلام معلمه كلمات، إذا سألت فاسأل الله. خشيت في الموضوع.